السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر رضا محمد من قناة ماي انجلش تايم. هنشرح إن شاء الله النهارده ليسن 2 من الوحدة الأولى للصف الخامس الابتدائي، واللي بيكون بعنوان وورد تايم، درس الكلمات. طبعا في درس الكلمات ده بيدينا أهم كلمات في الوحدة كلها، وبالتالي أنت مطلوب منك إن أنت تحفظ الكلمات ديت بشكل كويس جدا جدا. طيب كلمات النهارده بعنوان إيه؟ بعنوان camping activities. تعالوا هنقرأ الكلمات وطبعا انت هتحفظها كويس وردد ورايا. cook breakfast، cook breakfast، cook breakfast. listen to stories، listen to stories، listen to stories. laugh at jokes، laugh at jokes، laugh at jokes. climb a mountain، climb a mountain، climb a mountain. طبعا في كلمة climb البي سايلنت ما بنطقهاش، climb لحد الام بس، climb. watch the sunrise، watch the sunrise، watch the sunrise. يعني شاهد شروق الايه؟ الشمس. وطبعا الاس هنا بتتنطق ايه؟ ز. sun rise، اوكي sun rise. watch the sun rise. play cards، play cards، play cards، اللي هو يلعب كوتشينا. wash the pots and pans. طبعا في كلمة and هنا قبل ما انطقها تاني ممكن انطق and بس، بنطقها ان بس من غير دي لو كلمة اللي جايه بعدها بدأ بحرف ساكن، يبقى ممكن اقول لك ده puts and pans، puts and pans. اوكي يبقى تاني، wash the puts and pans، wash the puts and pans، wash the puts and pans. بعد كده اخر حاجه معانا في الكلمات اللي هي الاساسيه، clean the tent، clean the tent، clean the tent. والتنت هنا اللي هي معناها الخيمه. نشوف بقى كلمات اضافيه، احنا اصلا كده كده بنكون واخدينها السنه اللي فاتت، فبيدهاني عشان نوع من انواع الريفيجن المراجعه. اول كلمه معانا هوز، هوز. طبعا في هوز الدبليو بتكون ايه؟ بيكون سايلنت الحرف ده. glasses، glasses، glasses. what، what. letter، letter. بن، بن. هنشوف بقى مع بعض دلوقتي حاجة اسمها الريجولار فيربز، اللي هي الأفعال المنتظمة. الأفعال دي يا حبايبي يعني إيه أفعال منتظمة؟ هي أفعال بنضيف لها دي أو إي دي أو أي إي دي عشان نحولها من البريزنت المضارع إلى الباست اللي هو الماضي، أوكي؟ تعالوا كده نشوف إيه الأفعال اللي عندنا الأفعال المنتظمة دي وإزاي هنحولها للماضي وإزاي ننطقها صح. cook، cook. والدي هنا تتنطق تي، cooked. listen، listened. laugh، laugh، laughed، laughed. برضو الدي هتتنطق تي عشان فه، الفه ساوند اللي بيطلع من الجي والاتش، laugh بيخلينا انطق دي تي، laughed. climb، واتفقنا البي ايه؟ silent، climb، climbed، climbed. watch، watched، watched. برضو الدي هتتنطق ت، اوكي watched. play، played، played. wash، washed، washed. برضو الدي هتتنطق ت. clean، cleaned، cleaned. want، want، wanted، wanted. drop، drop، dropped، dropped. برضو الدي هتتنطق تي، اوكي dropped. use، used، used. معانا
فعلين بس من الافعال اللي احنا بنسميها irregular verbs، يعني افعال غير منتظمه. دي بقى عشان احولها من البريزنت الى الباست ما بحطش اي دي. تعال نشوف ايه الافعال الغير منتظمه دي. سي سو سو ثينك ثينك ثوت ثوت. طبعا التي اتش هنا في سواء ثينك او ثوت بتتنطق ثاء، وفي كلمة ثوت الجي والاتش سايلنت ما بنطقهمش الاثنين. ثوت. بعد ما قرأنا الكلمات تعالوا مع بعض نحل السؤال ده عليها. بيقول ايه السؤال يا مستر؟ بيقول circle the odd word and replace it with a correct one. يبقى تعمل لي دايرة على الكلمة المختلفة وتحط لي كلمة بديلة ليها. Number one, cook, climb, clean, cards. طبعا لو انت حافظ الكلمات هتبقى عارف ان cook و climb و clean كلهم افعال موجودين في جدول الافعال، صح؟ انما cards ده ديت ايه؟ ده دي اسم، اوكي؟ وبالتالي عاوز مطلوب مني ان انا احط ايه؟ مطلوب مني ان انا احط فعل زي الثلاثة التانيين، وليكن مثلا زي الفعل watch. يعني ايه watch يا ولاد؟ يعني يشاهد، وجات مع حاجة اسمها ايه؟ watch the sunrise، يعني يشاهد شروق الشمس. Number two. Number two. Whose. Wash. What. When. طبعا سهلة جدا، صح؟ لأن عندي إيه؟ عندي ثلاث كلمات من كلمات الاستفهام اللي ببدأ بيهم السؤال، وعندي فعل اللي هو الفعل wash. فهنشيل wash اللي هو معناه يغسل، وهنحط ايه؟ هنحط كلمة من كلمات الاستفهام زي وليكن مثلا who. يعني ايه هو يا مستر؟ اللي هي معناها من للعاقل، زي ما اسألك مثلا واشاور لك على والدك واقول لك who's he، من هو؟ فترد تقول لي his my father. Number three. Campsite. Park. Climb. Mountain. ايه اللي مختلف هنا؟ نركز كده. طبعا عندها كامب سايت معسكر مكان، بارك حديقة مكان، ماونتن جبل برضه ممكن نقول عليه ان هو مكان، انما الكلايم ده فيرب ده فعل، يبقى دول اسماء انما ده فعل، يبقى نشيل الفعل ونحط اسم زي مثلا ايه؟ ها زي مثلا زو، مش كده؟ ممكن نحط زو فعلا، اوكي؟ Number four, sunrise, breakfast, lunch, dinner. ها سهلة، هنشيل ايه؟ هنشيل sunrise. عارفين ايه السبب؟ sunrise يعني ايه؟ يعني شروق الشمس. انما breakfast ولانش ودينر ديت تلات وجبات، اوكي؟ دول التلات وجبات اليومية. عايزين بقى نحط ايه؟ حاجة بديلة، اوكي؟ طبعا احنا خدنا قبل كده حاجة اسمها وجبة خفيفة، فاكرينها؟ عشان نحطها مع الثلاث وجبات التانيين. الوجبة الخفيفة كان اسمها ايه؟ فاكرينها؟ كان اسمها سناك. يعني ايه سناك؟ اللي هي وجبة خفيفة، اوكي؟ يبقى احنا كده عندنا بريكفاست فطار، لانش الغداء، دينر العشاء، سناك اللي هي وجبة خفيفة، وعندنا كمان حاجة تانية حبايبي اسمها سابر، ودي معناها وجبة العشاء اللي هي متأخرة، يعني لما أكون مثلا باكل الساعة 12 ولا كده، اللي احنا ممكن نسميها كمان وجبة السحور، أوكي؟ يبقى عاوزك تكون حافظ الخمس وجبات دول، وجبة البريكفاست واللانش والدينر والسناك والسابر. نمبر 5. بوتس، دوجز، فوركس، بانز. إيه الكلمة المختلفة هنا؟ ها نركز يلا. الكلمة المختلفة عندنا اللي هي كلمة dogs. ليه يا مستر dogs؟ عشان dogs ده حيوانات كلاب، انما الحاجات التانية ديت ممكن نقول عليها ايه؟ حاجات وادوات في المطبخ، كلها حاجات في المطبخ، اوكي؟ عندنا الطاسات والاواني والشوك اللي هي الفوركس. ممكن مثلا نكتب ايه؟ ها ممكن مثلا نكتب كلمة knives. يعني ايه knives يا مستر؟ يعني سكاكين، ديت حاجة مثلا. ممكن نكتب ايه تاني؟ ممكن نكتب مثلا كلمة spoons. يعني ايه spoons؟ spoon يعني معلقة،
لو انا حطيت لها اس هتبقى ايه؟ هتبقى معناها معالق. اوكي، واحد تاني ممكن يكتب مثلا ايه، ممكن مثلا يكتب دش اللي هي معناها طبق، صح، ويحط لها ايه اي اس عشان تبقى جمع، تبقى dishes. اوكي، يبقى دي كلها برضو ايه، ادوات من ادوات المطبخ. تعالوا مع بعض دلوقتي نشوف محادثات قصيره كده شبيهه بحاجات واخدينها ايه قبل كده. اوكي، تعالوا نشوف اول محادثه معانا. المحادثه الاولانيه ما بين woman و boy، سيده وولد. السيده بتقول للولد ايه؟ do you want eggs؟ دي وبتعرض عليه كده، بتقول له هل تريد بيض؟ do you want eggs؟ قال لا no thanks I have cereal. لا شكرا انا معايا ايه؟ معايا السيريال اللي هو الطعام اللي بنحط عليه اللبن. فالوومن قالت له ايه؟ اوكي، يعني حسنا ماشي. تعال نشوف المحادثه اللي بعد كده. المحادثه اللي بعد كده بين جيرل 1 وجيرل 2. البنت الاولانيه بتقول ايه؟ بتقول لها whose glasses are those؟ وبتشاور على النضاره. النضاره دي بتاعت مين؟ قالت لها I think their hairs. I think their hairs، يعني اعتقد ان هي ايه؟ ملكها. واخدين هيرز دي السنه اللي فاتت اللي هو ضمير ملكيه بيجي في اخر الكلام او اخر الجمله. طيب ردت البنت قالت ايه؟ yes they are، يعني نعم هما كذلك، فعلا هي بتاعتها النضاره دي بتاعتها. طيب تعال نشوف المحادثه الاخيره اللي هو هتبقى ما بين girl و boy، بنت ولد. البنت بتقول للولد ايه؟ hey. بستخدم هي دي ليه يا مستر؟ لجذب الانتباه عشان اخليك تبص لي وتركز معايا. اوكي، hey don't do that، يعني ما تعملش كده. هي هنا بت ايه؟ بتحذره وبتمنعه من حاجه. اوكي، بتدي له امر كده ان هو ما يعملش الحاجه ديت. don't do that. قالت له، قال لها ايه بقى الولد؟ what، يعني ايه؟ ما او ماذا يعني؟ يعني انا عملت ايه؟ قالت له ايه؟ don't drop litter use a pen، يعني ما ترميش الزباله، استخدم سله القمامه. والكلام ده احنا واخدينه. قال لها ايه؟ oh I see it، يعني خلاص شفتها، شفت سلة القمامة يعني. وبعد كده ما قال لها ايه؟ thanks، شكرا. تعالى بقى مع بعض دلوقتي ناخد الحاجات المهمة اللي اتذكرت في المحادثات اللي قرأناها. أول حاجة يا أولاد حاجة اسمها offering something، عرض شيء ما. بتعرض على الشخص اللي هو في قدامك الحاجة ازاي؟ تقوم قايل له ايه؟ هتقوم قايل له do you want؟ do you want؟ وبعدها اسم الحاجة اللي أنت بتعرضها عليه. أوكي؟ لو بتعرض عليه بيضة هتقول له do you want eggs؟ بتعرض عليه مثلا شيبس مثلا انت بتاكله ولا حاجه وبتعرض عليه، فتقول له do you want chips do you want apples. اوكي، فلو هو مش عاوز هيقول لك no thanks no thanks. طب لو انت عاوز هتقول له ايه؟ yes please yes please، يعني نعم من فضلك. نمبر 2 بيقول لي asking about belongings اللي هي معناها السؤال عن الممتلكات. اوكي، هنسأل عن الحاجة اللي هي ملك الشخص ازاي، اللي احنا مثلا لقيناها وعاوزين نعرف هي بتاعت مين. بنسأل بحاجة اسمها هوز، والكلام ده واخدينه السنة اللي فاتت. هوز معناها ايه؟ معناها ملك من. هوز دايما بيجي بعدها الحاجة اللي بسأل على صاحبها. لو لقيت نظارة يبقى هوز جلاسز، لقيت كتاب يبقى هوز بوك، عايز اسأل على صاحب القلم يبقى هوز بن. اوكي، يبقى بيجي بعدها اسم الحاجة الايه؟ اللي عاوز اسأل على صاحبها. الحاجة ديت لو مفرد هجيب بعدها از، الحاجة دي لو جمع هجيب بعدها ار. اوكي، تعالوا كده، وبعد كده بعد از وار هنستخدم يا اما this مع از او ذات، ومع ار بنستخدم these او those. اوكي، اللي واخدينهم السنه اللي فاتت. مثال هنا بقى بيقول ايه؟ بيقول whose glasses are those، يعني النظاره دي بتاعت من. فلو انت بتعتقد وما انتش متاكد بتقوم قايل ايه؟ I think. ليه؟ لان انت ما انتش عارف، انت بتقول انا اعتقد. اوكي، بتهيأ لي يعني. I think there اللي هي they are. طب ليه استخدم هنا they are؟ عشان الجلاسز بنعتبرها جمع. اوكي، عشان لها ايه؟ لها يمتين يعني، زي احنا بنقول كده. اوكي، عشان كده بتعامل معاملة الجمع. يبقى their hairs، ونستخدم في اخر الجملة ضمير من ضمائر الملكية. اوكي، their hairs، اعتقد انها ملكها. وهنا بيقول الملحوظه اللي انا قلتها لكم ان الجلاسز هي نظاره واحده ولكنها في الانجليش تعامل معامله الجمع، عشان كده بيكون جايه بايه؟ باضافه الاس على طول. تعالى نشوف بعد كده حاجه اسمها giving orders اللي هو اعطاء الاوامر. ازاي اديك امر؟ برضو خدناها السنه اللي فاتت. لما اجي اديك امر ان انت تعمل الحاجه
يعني امر مثبت يبقى هبدأ بحاجة اسمها infinitive verb اللي هو الفعل في المصدر. زي مثلا ما اقول لك ايه use the pen، بدأ بالفعل use معلوش اي حاجة صح، يبقى هو ده مصدر فعلا. wash the car اغسل العربية، بديك امر انت تغسل العربية فبرضو بدأت بالفعل فين في المصدر. اقول لك open the door يبقى بديك برضو امر ان انت تفتح الباب استخدمت open. اوكي write your homework يعني اكتب واجبك برضو استخدمت write كفعل في المصدر. طيب لو انا عاوز بقى اقول لك ايه لا تفعل الحاجة ديت يعني امر منفي، هبدأ بحاجة اسمها don't، ببدأ بdon't بس ما ينفعش ابدأ بdoesn't، لا هي don't بس. اوكي وdon't بيجي بعد ده برضو الفعل في الايه في المصدر. زي ما اقول لك ايه don't drop letter، don't drop letter يعني لا تلقي القمامة، او don't do that، don't do that يعني لا تفعل ذلك. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي بعد ما قرأنا الكلمات المهمة اللي عندنا وشفنا المحادثات وخدنا منها الحاجات المهمة وشرحناها، هنحل بقى دلوقتي اكسرسايز على درس الوير تايم. طبعا ركز بقى معايا في الحل لان الحل بيفيدك كتير جدا جدا، حتى عشان كمان تتعامل مع الاسئلة اللي هي لسه جديدة في المنهج بتاعك وتعرف مرة بعد مرة بتتحل ازاي وتتعود على طريقة الحل بتاعتها. question number one هنا بيقول circle the old word and replace it with a correct one، هنعمل دائرة على الكلمة المختلفة ونحط لها كلمة بديلة. number one cereal beans eggs jock، طبعا السيريال اللي هو طعام اوكي زي الكورن فليكس كده بنحط عليه ايه بنحط عليه لبن، البينز ده فول، eggs بيض، انما jock دي نكتة اوكي المفرد بتاع جوكس، يبقى هنعمل دايرة على جوك عشان هي المختلفة. عايزين بقى دلوقتي هنحط حاجة من الفودز من الأطعمة أو الأكلات، مثلا زي إيه؟ زي مثلا كلمة ميت اللي هي اللحمة، واحد ممكن يحط تشيكن، واحد ممكن يحط تشيز وهكذا. نمبر 2 هاف كوكس واشز يوزز، فين المختلفة؟ برافو عليك وباينة جدا المختلفة هنا اللي هو الفيرب هاف، اشمعنى؟ عشان الباقيين كلهم محطوط لهم ايه؟ محطوط لهم اس. عاوزين بقى دلوقتي نحط فعل زي التلاتة التانيين، ممكن مثلا نحط وليكن الفعل اللي هو واتش، واتش يعني ايه؟ يعني يشاهد، ونحط له الاي اس بتاعته تبقى واتشز، اوكي؟ عشان يا اولاد الفعل اللي هو اخره اس اتش او سي اتش بنحط له ايه؟ اي اس مش اس بس. نمبر 3 watch sunrise play climb، ها فين المختلف؟ نفكر كده، طبعا هتبقى ايه؟ هتبقى sunrise. طب ليه يا مستر؟ sunrise ده اسم، انما watch فعل، play فعل، climb فعل، كلهم موجودين في جدول الافعال. مطلوب مني ايه دلوقتي؟ مطلوب ان انا احط فعل زي ايه مثلا؟ ها زي الفعل اللي هو wash يعني يغسل. number 4 campsite home tent dinner، ها نفكر كده فين الكلمة المختلفة؟ campsite يعني معسكر، مكان home بيت، مكان tent خيمة، مكان dinner وجبة العشاء، يبقى وجبة العشاء هي المختلفة. مطلوب مني ايه بقى؟ ان انا احط مكان زي ايه مثلا؟ واحد ممكن مثلا يحط سكول، هل سكول صح يا مستر؟ اه طبعا سكول هتبقى صح. نمبر 5 يوز دو ثانكس هاف، فين الكلمه المختلفه؟ يلا نفكر، ها يوز يعني يستخدم، دو يفعل، ثانكس يشكر، هاف يتناول، يبقى ايه ده؟ ده كلهم افعال مش كده؟ ولكن في فعل هنا غريب شويه مختلف عنهم اللي هو thanks، محطوط له ايه؟ محطوط عليه اس، انما التانيين مش محطوط عليهم ايه؟ مش محطوط عليهم اس. يبقى انا مطالب ان انا اجيب فعل معلوش اس، وليكن مثلا الفعل اللي هو معناه ياكل زي eat. واحد تاني شاطر يقول لي طب انا ممكن يا مستر استخدم thank بس من غير الاس، هل تبقى صح؟ اه هقول لك تبقى صح، ونشيل منها الاس ونحطها هنا وخلاص. question number 2 choose the correct answer from A B C or D. number 1 wake up Ali it's 7، فاكرين كنا بنقول ازاي في المحادثة الأولانية it's 7 A اللي هي معناها بالظبط
clock clock book clocks. برافو عليكم. اللي معناها بالظبط اللي هي ايه؟ clock. number two, it's next your camera. ها اللي بتيجي مع next. برافو عليكم. اللي هي two ديت ولا four ولا at ولا two؟ ها برافو، اللي هي تو اللي بأو واحدة، أوكي؟ إنما تو اللي بدبل دبل أو ديت دي معناها أيضاً. زي ما تقول لواحد مثلاً إيه أي لايك أبلز، هو يرد يقول لك إيه مي تو وأنا أيضاً. طيب نمبر 3 وير اللي هي اختصار لإيه؟ اختصار لوي آر بينز أند إجز. يعني إيه؟ عاوز يقول إن إحنا بنتناول فول وبيض. اتفقنا إن الفيرب اللي بيجي بعد آم أو is أو are بيكون محطوط له إيه؟ ing. فين بقى الفعل ده؟ برافو عليكم، اللي هو having. برضو ديت خدناها في المحادثة الأولى في الدرس الأول. number four don't drop لا تلقي. لا تلقي إيه؟ القمامة اللي إحنا واخدناها الترم الأول ولسه قرأناها في المحادثات من شوية. فين بقى يا ترى القمامة؟ little letter litter late. طبعا little دي يعني حاجة قليلة. letter اللي هو الخطاب الجواب لما ابعت لحد جواب. انما اللي بالاي ديت معناها قمامة، وليت يعني متأخر، وبالتالي هنستخدم letter. question number three read the passage and answer the questions. ديت خدناها برضو اتمرنا عليها في الدرس الاولاني. تعالى كده نشوف القطعة بتاعتها بتتكلم عن ايه ونقرأها الاول ونعرف معنى كل جملة ونحل الاسئلة بتاعتها. القطعة بتقول ايه يا اولاد؟ بتقول last weekend يعني عطلة الاسبوع الماضية هبة and her family went on a trip at a campsite. ذهبوا في رحلة، كلمة trip يعني رحلة، الى المعسكر. هبة took many pictures of her family. كلمة took many pictures يعني التقطت هبة صور كتيرة للعائلة بتاعتها. Her mother cooked lunch. مامتها طهت وطبخت الغداء. Her sister washed the pots and pans. واختها غسلت الطاسات والأوان، أو الأوان والطاسات. Her brother cleaned the tent and her father played cards with her. يعني إيه؟ يعني أخوها غسل ونظف، سوري، نظف الخيمة، ووالدها لعب كوتشينة معاها. In the evening, they listened to stars from their grandfather. في المساء، في آخر اليوم يعني، استمعوا إلى القصص من جدهم. تعالوا كده نشوف true و false. Number one. بولي هبة went on a trip with her friends. هبة ذهبت في رحلة اللي هي كلمة trip مع أصحابها. هل الكلام ده مظبوط؟ طبعا الكلام ده مش مظبوط، لأنها ذهبت مع مين؟ مع her family، مع أسرتها. number two هبة's mother اللي هي أم هبة washed the pots and pans. مامت هدى أو سوري مامت هبة هي اللي غسلت الطاسات والأواني؟ لا طبعا الكلام ده مش مظبوط، لأن اللي غسلتها مين؟ her sister، أختها هي اللي غسلتها، وبالتالي الجملة دي برضه هتبقى إيه؟ هتبقى false. number three her brother cleaned the tent. أخوها نظف الخيمة، الكلام ده مظبوط؟ اه فعلا مظبوط، موجود اهو her brother cleaned the tent، وبالتالي number 3 هتبقى true. تعالى نشوف مع بعض الأسئلة اللي هي بتيجي على السؤال بتاع القطعة ده برضه، لأن هما خمس أسئلة، أوكي؟ ثلاثة بيبقوا true false، واثنين بيبقوا أسئلة وبنطلع إجاباتهم من القطعة. question number 4 who played cards with Hiba؟ هو دي بتسأل على شخص عاقل، اوكي؟ يبقى من معناه ايه؟ من للعقل يعني. من لعب كوتشينه مع هبه؟ مين اللي لعب كوتشينه مع هبه؟ تعال نشوف من الشخص اللي لعب كوتشينه معاها. فين لعب كوتشينه دي او يلعب كوتشينه اللي هي كلمه بلاي كار زي؟ نجيبها بقى من اولها، من اول هنا. بيقول لي هير فاذر والدها بلايد كاردز وذ هير. هي دي الاجابه يا اولاد، اوكي؟ يبقى مين اللي لعب كوتشينه معاها؟ هنقوم جايين اهو كده وكاتبين ايه؟ وكاتبين her father. number 5 what did they do
in the evening. What did they do in the evening? يعني عملوا ايه في المساء؟ تعالى كده نشوف في المساء عملوا ايه. في المساء اهيت بالظبط كده، برافو عليك. In the evening they listened to stories from their grandfather. يبقى هي دي الإجابة. Question number 4. Rearrange the following words to make correct sentences. تعالى كده نرتب الكلمات ديت عشان ندي جملة صحيحة. Number 1. Are. Whose. Those. Glasses. هنعملها ازاي؟ خدنا احنا ازاي اسأل عن صاحب شيء. قلت ببدأ بهوز اللي هي معناها ملك من. هوز بيجي بعدها اسم الشيء اللي احنا بنسأل على صاحبه. واسم الشيء هنا ايه يا اولاد؟ برافو عليك. اسم الشيء هنا اللي بنسأل على صاحبه هو كلمة glasses اللي هي النظارة. بعد اسم الشيء قلت بشوفه، لو مفرد اجيب بعده is، ولو جمع اجيب بعده are. والنظارة قلنا تعامل معاملة الجمع، فهنجيب بعدها are. وبعد كده الجمع بيجي معايا يا اما these يا اما those. شفت اترتبت السؤال بسهولة ازاي؟ لان انا عارف ازاي اكون السؤال بتاع الملكية، ازاي اسأل عن صاحب الشيء يعني. Number 2. عاوزنا ابدأ بايه؟ ابدأ ب I. فبيقول hers are I they think. هنبدأ بايه؟ هتبدأ ب I اللي هي معناها ايه؟ انا. لما تيجي تجاوب بقى على السؤال اللي فوق ده اللي هو نمبر 1 ده، بتجاوب تقول ايه؟ بتقول I think. يعني ايه I think يا مستر؟ يعني انا اعتقد. تعتقد ايه بقى؟ they are hers. They are hers. اعتقد انها او انه ان النظارة ديت ملكها بتاعتها. ودي واخدناها في المحادثة اللي قريناها من شوية. Number 3. Eggs, won't, do, beans, and you. عاوزنا ابدأ بايه؟ عاوزنا ابدأ بدو اللي هي معناها هل. ده لما بتيجي تقول للواحد ايه؟ هل تريد؟ يعني بتعرض عليه حاجة. واخدين برضو الشرح بتاع العرض ان انا ببدأ بايه؟ بدو. You want. دايما ببدأ بدي. لما تيجي تعرض على حد حاجة تقول له do you want، وتجيب بعدها اسم الحاجة اللي بتعرضها ايه عليه. الحاجة هنا اللي بعرضها عليه حاجتين مش حاجة واحدة، اللي هو البيض والفول. ودايما لما يبقى حاجتين بحط في النص ايه؟ and. فاقول له ايه؟ do you want eggs؟ يعني هل انت عاوز بيض؟ and beans؟ هل تريد بيض وفول؟ طيب number 4. بد هنا ايه؟ بد هنا اوامر، امر. بن فيه كده ان هو لا يفعل كذا، وبعد كده بدوله امر تاني. اوكي تعالى كده نشوف الامر المنفي الاول اللي هيبدا بايه. هيبدا بدونت. فاكرين كنا بنقولها ازاي السنه اللي فاتت؟ كنت اقول له دونت ايه؟ دونت لا تلقي القمامه. دونت دروب ليتر. دونت دروب ليتر يعني لا تلقي القمامه. واحط النقطه بتاعتي وهبدا الامر الجديد اللي هو المثبت. لا تلقي القمامة. use. use ايه؟ use the pen. use the pen يعني استخدم سلة المهملات. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نشوف question number 5 والسؤال الاخير معانا في الفيديو بتاع النهاردة. السؤال ده مهم جدا، بيطلب مني ان انا اكتب خمس جمل، وقلت الخمس جمل بيتكتبوا بصورة باراجراف يعني جنب بعض. يعني لو كتبت جملة ولسه معايا كمالة في السطر اكمل جنبها عادي. اوكي طيب تعالى كده نشوف الصورة ديت ممكن نكتب عليها ايه. أول جملة مثلا هقول إن هما في المعسكر، لأن هو فعلا في المعسكر مش كده؟ يبقى نقوم قايلين كده دوت they are، طالما جمع they are المكان بيجي قبله ايه؟ at the. وبعد كده معسكر يعني ايه يا أولاد؟ يعني camp site. يبقى they are at the camp ايه؟ the camp site. هما موجودين في المعسكر. طيب جملة تانية بقى، أمسك كل شخصين او كل شخص واكتب عليه جملة. البنتين دول بيعملوا ايه؟ بينظفوا الخيمة. وطبعا انت خدت ايه؟ خدت كلمة ينظف الخيمة اللي هي clean ايه؟ clean the tent. طيب يبقى هنقول ايه؟ هنقول they، وابدأ من اول السطر. they ايه؟ they are برضو. وبعد كده clean، بس اتفقنا ان الفعل لما بيجي بعد am و is و are لازم نتحط له ايه؟ ing. يبقى هقول cleaning. كلين ايه بقى؟ كلين ذا تنت، يعني هم بينظفوا الخيمه.
اوكي. الزمن اللي احنا بنستخدمينه ده يا اولاد ان انت تستخدم ام واز وار وتحط الفعل ان جي عشان توصف حاجه بتحصل قدام عينك دلوقتي، وفعلا هم بيغسلوا الخيمه قدامنا. تعال نشوف الجمله نمبر 3، هنكتب ايه؟ تعال نشوف اللي بيضحكوا على النكت دول، فهنقول ايه؟ احنا واخدين يضحك على النكت اللي هي النكت اللي هي laugh at jokes. هنكتب هنا بنفس الطريقه بتاعت دي برضه، هنقول they عشان هم اتنين، وبعد كده are، وبعد كده الفعل يضحك يعني ايه؟ يعني laugh اللي هو ال a u g h، واحط له ايه برضه هو كمان؟ i n g عشان هم لسه بيضحكوا قدامنا، اوكي؟ they are laughing at jokes. الجملة نمبر 4، تعالى نتكلم على اللي بيغسلهم الطاسات والأواني، فنقول إيه برضو عشان هما جمع؟ هنقول they are. they are إيه؟ ها؟ ما تنساش إن إحنا بعد am و is و are بنحط للفعل إيه؟ ing، وبالتالي ما أقولش wash، لا أنا أقول إيه؟ washing. برافو، washing. the pots and pans، بيغسلوا الطاسات والاواني. هنتكلم مثلا على اللي بتلعب كوتشينه دي، طبعا هي واضح انها بتلعب لوحدها صح؟ ما فيش حد معاها، يبقى نقول كده اهوت شي، مش هنقول ذي بقى المره دي، شي از، يبقى هي وشي بيجي بعدهم از، انما ذي بيجي بعدها ايه؟ ار. شي از، واجيب بعدها يلعب كوتشينه يعني ايه؟ بلاي كاردز صح؟ لا بس انا احط اللي بلاي ايه؟ اي ان جي. they she is playing cards، يعني هم هي بتلعب ايه؟ بتلعب كوتشينا. طبعا كده هتلاقيني كتبت ايه؟ اكتر من الخمس جمل اللي عاوزهم. ادي 1 2 3 4 5 صح؟ واجي في الاخر كده امت وهم قال ايه؟ they كجمله سته اضافيه، they are happy، يعني هم ايه؟ هم سعداء. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو الشرح النهاردة. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو، ولو ما كنتش اشتركت لسه في القناة تدوس على علامة الاشتراك اسفل الفيديو، وبعد كده تدوس على علامة الجرس، وتستنى مني الدرس الثالث ان شاء الله اللي هو درس الجرامر، ودرس مهم جدا، بس عشان تفهمه لازم أن تكون حافظ الكلمات اللي خدتها النهاردة. واشوفكم على خير في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.